هذا ويعد التدريب محورا أساسيا في العمل الأمني، يواكبه تقديم مناهج تعليمية عصرية بهدف إعداد رجل أمن قادر على التعامل بكفاءة وجاهزية مع التحديات الأمنية التي تتسارع في حدتها إقليميا ودوليا. نعم، وفي هذا الإطار تأتي رسالة الأكاديمية الملكية للشرطة والتي تعمل على ترسيخها بشكل دائم، وهو ما كان واضحا خلال حفل تخرج دفعة جديدة اليوم. بفرحة واعتزاز بمشاركة أبنائهم في حفظ أمن الوطن، عبر أهالي خريجي الدفعة 13 من المرشحين الضباط الجامعيين والدفعة الأولى للتلاميذ العسكريين التابعين لطيران الشرطة عن فخرهم بتخرج أبنائهم من الأكاديمية الملكية للشرطة بعد تلقيهم تعليما وتدريبا رفيع المستوى، حيث حرص الأهالي على تشجيع أبنائهم ودعمهم خلال فترة الدراسة، وهو ما كان له دور مهم في إتمام تخرجهم بنجاح. بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأبنائي وبناتي الخريجين والخريجات ولأولياء أمورهم، وأشكر أولياء أمورهم لدعمهم أثناء هذه المسيرة، وكما أشكر أيضا كل القائمين على هيئة التدريب والتعليم في الأكاديمية الملكية للشرطة. وقد تم يعني إعداد هؤلاء الخريجين والخريجات بما يؤهلهم لأن يكونوا سد منيع إن شاء الله في حماية الوطن. اليوم عيد البحرين كلها، وفرحتي ان ولدي بيخدم الوطن، ومستانس فرحان على الولد تخرجه. اتمنى لها ان شاء الله السعوده وللاعلى ان شاء الله، وتخدم وطنها ان شاء الله يا ربي. فرحه غامره، وحاب اشكر معالي وزير الداخليه على حسن رعايتهم واهتمامهم بالتلاميذ العسكريين، والحمد لله اللي الله بلغنا وحضرنا تخرجهم. هاي يوم السعيد اللي انا اشوف ولدي تخرج، وايد وايد مستانسة، فرحتي ما توصف. اليوم احنا فرحانين فرحة لا توصف، يعني ذكرنا بأيامنا يوم كنا احنا في البداية، فالحمد لله رب العالمين. الله إن شاء الله منها للأعلى، وإن شاء الله يا رب تخدم بكل ما تملك من قوة إن شاء الله. الحمد لله، يعني فرحة ما توصف، الحمد لله فضل من الله وتفوقه هو اللي خلانا يعني الحمد لله مستانسين عليه. فاليوم أنا فرحتي يعني ما توصف، إني أقدم هاي ثاني ولد إن لخدمة البحرين، وخدمة إن شاء الله يعني كل فرد على البحرين، وإن شاء الله يكونون قد المسؤولية ويرفعون الرأس إن شاء الله بإذن الله يا رب. يوم فرحتي صراحة لا توصف، وأنا طبعا من هذا المنطلق أشكر جميع من ساهم في وصولها لهذا المستوى. ننتظر هاليوم السعيد من فترة طويلة، وهذه واحدة من رغباته، والحمد لله يعني ما قصرت وزارة الداخلية بكل الأمور اللي قامت بها ما شاء الله. يومين يعني كان واضح من الترتيبات الأولية للدخول وما دخول، بين أن كل شيء على أصوله. أنا أحمد الله وأشكره على اليوم الفضيل تخرج ولدي من الكلية الملكية، وأشكر وزير الداخلية والقائمين على الكلية، لأن فرحتي اليوم ما توصف، أحمد الله وأشكره على هذا. وجاء تخرج هذه الدفعة الجديدة انطلاقا من دور الأكاديمية الملكية للشرطة باعتبارها صرحا تعليميا وتدريبيا شامخا يعمل على تطوير وتحديث برامجه التدريبية لتنمية مهارات وصقل قدرات الدارسين، وبما يؤكد أن إعداد رجل الأمن بشكل عصري يعد أولوية في منظومة العمل الأمني. دفعة جديدة من الشباب يتوجون بوسام وشرف الخدمة العسكرية وفرحة عبر عنها أهالي الخريجين من الكلية الملكية للشرطة، يكونون الحاجز المنيع لهذا الوطن الغالي وتحت راية سيدي جلالة الملك المفدى. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.